النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. مساء الخير. كانت الأجواء اليوم مستقرة في أغلب مناطق المملكة، لكن هطلت بعض الأمطار على المناطق الشمالية. وصلت درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان اليوم إلى 12 درجة مئوية. ملخص الطقس للأيام القادمة: طقس شديد البرودة خاصة ليلاً، وصقيع متوقع فجراً في مناطق السهول والبادية الشرقية، وأيضاً طقس مستقر حتى يوم الخميس. انتقالاً إلى خرائط الأقمار الاصطناعية، بتشير إلى خلو سماء المملكة من السحب والغيوم، ولكنها تتركز في شرق البحر الأبيض المتوسط والمناطق الشمالية من المملكة، أدت إلى هطول بعض الأمطار المتفرقة. طقس الليلة بتوصل درجات الحرارة في العاصمة عمان اليوم إلى 4 درجات مئوية وطقس شديد البرودة. لذا يحذر طقس العرب الأخوة المزارعين أخذ الحيطة والحذر بسبب تشكل الصقيع. انتقالاً لتوقعات الطقس خلال الأيام القادمة وغداً نهاراً، استقرار في الأجواء، ونستعرض معكم درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق في أغلب مناطق المدن الأردنية، ونبدأ من المناطق الشمالية في المملكة. إربد بتوصل درجات الحرارة فيها 14-8، عجلون 12-6، جرش 13-6، المفرق 13-4، وطقس بارد. المناطق الوسطى من المملكة بتوصل درجات الحرارة في السلطة 11-8، مدبة 12-5، البحر الميت 15-11، عمان 10-5، الزرقاء 13-5، وطقس بارد أيضا. المناطق الجنوبية من المملكة: الكرك 8-1، الطفيلة 9-4، الشوبك 10-1، معان 12-3، العقبة 21-8، واستقرار في الأجواء. المناطق الشرقية من المملكة: رويشد 14-3، الصفاوي 14-3، والأزرق 15-2، وطقس شديد البرودة خاصة ليلا. نستعرض معكم درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وبتوصل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان من 10 إلى 11 درجة مئوية، واستقرار في الأجواء وطقس بارد نسبيا. أما درجات الحرارة الصغرى بتوصل من 5 إلى 6 درجات مئوية وطقس شديد البرودة. انتقالاً إلى توقعات الطقس خلال الفترة القادمة، يراقب طقس العرب نشوء كتلة هوائية باردة تتركز في بحر شرقي البحر الأبيض المتوسط، تؤدي إلى حدوث انخفاض على درجات الحرارة ونشوء منخفض جوي يتجه نحو بلاد الشام. سنوافيكم بباقي تفاصيل هذا المنخفض خلال النشرات القادمة. كان كل ذلك حتى هذه اللحظة. شكراً لحسن متابعتكم. إلى اللقاء.